بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله يا رجال هنبدأ مع بعض التشابتر 5 النهارده، تمام؟ احنا اتكلمنا عن التشابتر 1 والتشابتر 2 و3 و4. قلنا في التشابتر 4 اللي هو قبل ال 5 اتكلمنا عن العلاج الكيميائي بتاع احنا لسه في الانتي ميكروبيال لحد دلوقتي، تمام؟ اتكلمنا بقى في الانتي ميكروبيال اللي هو التشابتر 4 العلاج الكيميائي، تمام؟ قلنا العوامل بتاع العلاج الكيميائي، الانتيبيوتكس بتاعته، قلنا الخصائص اللي هي البريوريتيز بتاعه العلاج الكيميائي الانتي ميكروبيال دي، وقلنا الاليات بتاع العمل بتاعتها، ان الدواء اللي بنديه عشان نظبط ديت بتعمل ايه، تمام؟ وقلنا المضاعفات بتاع الادويه اللي بتتاخد المضاده للميكروبات كمان، واتكلمنا عن الامثله بتاعتها، تمام؟ كل دوت خدناه في الفصل الرابع، تمام؟ نيجي بقى للفصل بتاعنا، هو الفصل ايه؟ تشابتر 5. قال لك التشابتر 5 هتكلمنا عن ايه المره دي؟ قال لك هكلمك عن البكتيريا ايه؟ باثوجينز اللي هي الامراض البكتيريه، جايه من باثوجين اللي هي امراض، باثوجينز يعني امراض، باثوجين اللي هو ايه؟ مرض. باثوجين معناها او بالتفسير البسيط بتاعنا، باثوجين يعني ده مرض عم يضرب الايه؟ مرض بكتيري عم يضرب الدي ان اي. جالك باثوجين يعني ده وراثي، احتمال يكون وراثي، تمام. فدوت انا بقول لك التفسير بتاعها، لكن الكلام ده مش عليك ومش هتلاقي حد يقوله لك برضه، تمام؟ فالبكتيريا الباثوجينيسيس ديت اللي هي الامراض البكتيريه هنتكلم عليها في التشابتر ايه؟ في التشابتر 5، تمام؟ قال لك اول حاجه هنبدا بيها اللي هي الايه؟ الكامونيوزا البكتيريا، اللي هي قال لك توجد البكتيريا ار نورمالي عاده بريزنت، موجوده ان اسيريان اريا، في منطقه معينه، سيرتن اريا ممكن يلاقيها في منطقه معينه، ملناش دعوه باول تعرفين، سيبك منهم مش عليك او مش مهمين، تمام؟ قلنا هنبتدي من عند ايه؟ البكتيريا، اللي هي قال لك توجد البكتيريا موجوده في مناطق معينه من الايه؟ من البودي، اند كان نوت cause disease illness، وممكن ما تسببش اي مرض، يعني ممكن تكون موجودة في مناطق وما تسببش مرض، وممكن تكون موجودة في مناطق وتسبب disease، تمام؟ يعني ممكن توجد البكتيريا دي في اماكن تسبب disease واماكن تاني ما تسببش disease خالص، تمام؟ قال لك اول حاجه عم تعمل lowering of the body immune as infection، قال لك عم تقلل المناعه بتاع الجسم وتظهر كانفكشن كعدو. اذا ظهرت بقى الديسيز او اذا ظهرت كمصدر للمرض البكتيريا دي او البكتيريا اللي هي الباثوجينس الامراض البكتيريه، لو ظهرت في البودي في الجسم هتعمل ايه او هتشتغل على ايه او هتضرب ايه بمعنى صح؟ قالك هتشتغل على انخفاض البودي اميونز، انخفاض مناعه الجسم. واول ما اقول لك مناعه الجسم على طول اي حد ما اروح لها اقول لك ميكروبات او بكتيريا على طول، دي من غير ايه؟ من غير كلام، تمام؟ فهتعمل لورنج للبودي اميون، ودي تستعمل كانفكشن. ممكن يقول حد يقول لك عندك انفكشن في البودي اميون بتاعتك او في الاميونيتي بتاعتك اللي هو جهاز المناعه بتاعك، فهنستخدم المصطلح دوت اللي هو الايه؟ تستعمل كعد، تمام؟ يبقى اول حاجه هيعمل ايه؟ هيعمل لورنج للبودي اميون، هيقلل مناعه الجسم، او ممكن يقول لك بمعنى تاني عندك انيميا، تمام؟ تمام. قال لك تشينج ذا ناتشرال اوف هيبيتد، تشينج قال لك تغير في الناتشرال بتاع العادات بتاعتك، تغير في البيئه الطبيعيه بتاعتك، انت عايش حياتك طبيعيه، ممكن تبتدي تغير لما يحصل عندك نقص في المناعه، المشي مثلا بتاعك يقل، الاكل بتاعك يقل، هكذا، فيحصل عندك تغير وايه في الاورجانيزمز بتاعتك، وكمان في الاعضاء ممكن يحصل لها ايه؟ تغير، تمام؟ يبقى change of natural of habits of the organisms في الميكروبات او الاورجانيزمز اللي عندك ديت، هتبتدي تغير من الشكل البيئة او من الطبيعه بتاعتك، تمام؟ تمام. قال لك ايه؟ so when reach of different site، عندما تصل الى اماكن مختلفه it can cause disease، ممكن تسبب ايه؟ مرض. زي ما قلت لك هتغير البيئه الطبيعه بتاعتك، الاورجانيزمز دي ممكن لما تصل في اي مكان معين في الجسم ممكن تسبب ايه؟ disease على طول، تمام؟ قال لك altered body tissue، انسجه الجسم المتغيره، هتبتدي تعمل لك altered في البودي تيشو، تغير في انسجه الجسم، يعني بدل ما النسيج دوت صالح للعمل تتلفه بمعنى صح، تمام كده؟ يبقى ديت الحاجات اللي بتضربها البكتيريا او اللي بتاثر عليها البكتيريا عشان يقول لك انت عندك بكتيريا او فيروسات او انفكشن جوه جسمك، تمام كده؟
قال لك ايه كمان يا عم؟ قال لك الباثوجينيك بكتيريا. الباثوجينيك بكتيريا دي تاني حاجة، اللي هي البكتيريا المسببة للأمراض دي. البكتيريا المسببة للأمراض قال لك معلكش غير الأمثلة بتاعتها، تمام؟ يعني البكتيريا المسببة للأمراض مش عليك، افهمها بس، تمام؟ الحتة اللي هي كام سطر دي افهمها بس، قال لك افهمها فهمها لك أنا. البكتيريا المسببة للأمراض دي قال لك عم تتكاثر إكلينيكيا، مش عليك الكلام ده أو مش مهم بالنسبة لك، هو الفهم بس ملوش دعوة بالامتحان. أهم حاجة قلنا الحتة بتاع إيه، البكتيريا عم توجد في مناطق معينة، وإيه اللي عم تسبب البكتيريا، أو إيه اللي عم تضرب فيه البكتيريا، تمام؟ تمام. قال لك ان البكتيريا المسببه للامراض ديت قلنا دي عم تتكاثر اكلينيكيا، يعني ايه اكلينيكيا؟ يعني عم تتكاثر ذاتيا، تمام، وعم تسبب ديزيزز، ممكن تعمل ايه امراض، تمام. وقال لك دي يرجع ذلك او بسبب ايه، وجود بعض العوامل لما تساعدها على التكاثر، تمام كده. يعني في شوية عوامل في المنطقة دي، يعني هي مثلا وليكن معانا شوية بكتيريا، فانت رحت حطيتهم في وسط ساخن، مش لاقين الوسط ده مناسب ليهم، وجنب مثلا الوسط الساخن ده وسط بارد، فهيبتدي يسيبوا المكان الساخن ده ويروحوا المكان البارد عشان يعملوا ايه؟ عشان يعملوا مالتي بلاي، عشان يتكسر ويبتدي يخرجوا او يدخلوا جوه المكان ده يتكسر، وبعد كده يطلع على اي بكتيريا ايه مسببة لامراض، ويبتدي يحصل لك الامراض دي اللي هتقلل المناعة بتاعتك، وهتسبب لك انفكشن، هتغير في البيئه الطبيعيه بتاعتك، وهتغير في انسجه الجسم بتاع جسمك، تمام كده؟ تمام. دي الحته الصغيره دي عليك، قلنا للفهم بس مش هيجيلك في الامتحان. تعالى نرجع تاني للمهم بتاعنا. قال لك الايه، الفيرولينس فاكتورز، اللي هي العوامل الايه، او امثله على المحاضره، العوامل بتاع الباثوجينيك بكتيريا، البكتيريا المسببه للامراض، تمام. قال لك ان في كثير من العوامل ديت موجوده في البكتيريا، تمام. اند هيلب البكتيريا، عم تساعد البكتيريا عشان تسبب ديسيز، وزاوت ايد بكتيريا كان نوت كوز ديسيز. قال لك على سبيل المثال، قلنا اهو الامثله بتاعه الايه، البكتيريا. يبقى قال لك في كثير او في انواع كثيره من البكتيريا، او في انواع موجوده كثيره من البكتيريا عم تساعد، اللي هي موجوده تضرب الجسم، تمام. في حاجات كده او في عوامل لما تساعد البكتيريا ديت عشان تنمو وتزداد، تمام. تمام. قالك اول حاجه اللي هي الايه، الادهيرنس فاكتور، عوامل الالتزام. ايه عوامل الالتزام ديت؟ قالك على سبيل المثال اللي هي الاي دوت جي ديت، على سبيل المثال، تمام. الفيمبرين، الفيمبريا، الفيمبريا قصده اللي هي الايه، الخميره، الخميره، عوامل الخميره. بمعنى صح، انا لو قلت لك خميره انت هتقول لي الخميره دي بتخلي الحاجه تزيد، او بتخلي الحاجه تختمر، يعني ايه؟ يعني تزيد، تمام. فده وسط بيساعد البكتيريا ان هي تعمل مالتيبلاي، تزيد وتعمل ديسيز في الجسم، اما يساعد الايه، البكتيريا ان هي تزيد وتتكاثر جوه الجسم، تمام كده، كلام جميل. يبقى اول حاجه اللي هي الايه، الفيمبريا. الفيمبريا دي قلنا الايه، الخميره. قال لك وانس بكتيريا انتر ذا بودي، بمجرد دخول البكتيريا جوه الجسم، ذيس فاكتور، هذا العامل او هي العوامل ديت، انيبل بكتيريا تو اتاش تو هوست سيرفيس، ان هي تساعد البكتيريا سيرفيس ان هي تلتصق باسطح المضيف، تمام. يعني هي البكتيريا عايزه تلتصق مثلا وليكن مثلا في الامعاء، تروح عند البكتيريا تبتدي تكاثر وتعمل اللي هي عايزاه وتلتصق في البكتيريا، تبتدي قصد في الخميره، تبتدي تحرك الخميره زي ما هي عايزاها لحد ما تروح للمكان اللي هي عايزه ايه، تضربه، او اللي هي عايزه تغزوه بمعنى صح، تمام كده، تمام. يبقى تاني اول حاجه قلنا عوامل الايه، الادهيرنس فاكتور اللي هي عوامل الالتزام، واول حاجه قلنا الايه، الفيمبريا اللي هي الخميره. اول ما يلاقي البكتيريا الخميره دي، اول ما يدخل الجسم البكتيريا، واول ما يلاقي الخميره يبتدي يلتصق بيها عشان يروح للمكان اللي هو عايزه، بواسطه الخميره، تمام. تاني حاجة لك الانفستيشن فاكتور، الانفستيشن فاكتور، الانفستيشن فاكتور اللي هي عوامل الغزو. قال لك فولوينج ادهيرنس، بعد الالتصاق، بعد ما يلتصق بالسطح دوت تو هوست تيشو، في انسجه المضيف او في الانسجه اللي هو عايز يغزوها ديت، البكتيريا انفيد السيلز، تغزو البكتيريا الخلايا اند كوز تيشو دامج، وعم تسبب تلف الانسجه. انفيشن از هيلبد باي انفيشن فاكتور، وعم تساعد عوامل الغزو على ايه، على غزو التيشو ده او النسيج دوت، تمام. يبقى عوامل الغزو، بعد ما تكاثرت البكتيريا بواسطة الخميرة والتصقت فيها، راحت عند النسيج اللي هي عايزة تضربه أو عايزة تغزوه بمعنى صح، تمام، راحت عند عمك النسيج دوت، عملت إيه؟
راحت عند عمك النسيج دوت، سببت له تلف، سببت له دامج، خدت السيل دي او الخلايا دي ده او التيشو دوت، سببت الدامج اللي هي عايزاه كده، عملت اللي عليها. وفي كمان عوامل الغزو هتساعدك، هي معاها عوامل الغزو، شويه عوامل الغزو هيساعدها. يعني انت مثلا شويه انت رايح تدق في واحد واخد معاك شويه رجاله هيساعدوك، تمام؟ فهكذا هي البكتيريا عم تاخد معاها شويه اللي عملت معاه اللي هم ولاده يعني معنى صح اللي اتكسرت، وطلعتهم عشان تساعدها في عوامل الايه؟ الغزو للنسيج ده، تمام؟ تمام. قال لك من عوامل الغزو، ايه عوامل الغزو اللي ممكن تساعدها في الغزو؟ اول حاجه الانزيمات، الانزيمز، تمام؟ الانزيمات اللي عم تساعد البكتيريا ديت ان هي تتكاثر دوت عامل مساعد في عوامل الايه؟ الغزو، تمام؟ عوامل الغزو او عوامل الضرر اللي هيبتدي يساعد البكتيريا عشان تضرب التيشو، عشان تسبب دامج للتيشو دوت، تمام؟ قال لك من سبيسيز اوف بكتيريا، انواع كثيره من البكتيريا برودكت عم تنتج انزيمز نوت توكسين غير سامه، شويه انزيمات مش سامه، هي انزيمات يا دوبك عم تساعد او عم تستخدم كعوامل غزو، عم تساعد البكتيريا او تحفز البكتيريا ده عشان تغزو التيشو دوت، تمام؟ تمام. بس هي نوت توكسين، نوت توكسين يعني مش سامه خالص، ذات بلاي رول، هي ما تلعب دور كايه؟ كانزيمات، ككولاجين انزيم، كانزيمات للايه؟ للكاجوليس، انزيمات للكاجوليس ذات هاف رول ان ايه؟ فورميشن، عشان تكون الفيبرين اند اراوند ذا بكتيريا، عشان تكون الفيبرين حول الايه؟ البكتيريا، تمام. اند موست امبورتنت اكزامبل از الايه؟ استافيلوكوكاي اريز اند بريفنت ايه؟ فاجوليسيتيز، تمام. قال لك الانزيم الكولاجيز دوت ذات هاف رول، ليه دور في ان هو يكون الايه؟ الكلام ده يعني ان الكولاجين دوت او الكولاجيز دوت ليه، او انزيم الكولاجيز ليه دور ان هو يكون الفيبرين، الفيبرين ده اللي عم يحيط بالبكتيريا، البكتيريا ها نقطة مثلا يجيب الفيبرين دوت اللي هو عم يحيط بيها الغشاء الخارجي بتاعها من بره، تمام. اند موست امبورتنت اكزامبل، واهم مثال على البكتيريا ديت اللي هي الايه؟ الاستافيلوكوكاي. الكلام ده مش مهم جاوا عليك بس برضه ايه؟ اعرفه، خليك عارف ان الاستافيلوكوكاي دي ان هي مثال على الايه؟ الانزيمات او البكتيريا اللي عم تبتدي تضرب الخلايا اللي هي الفيبرين، عم يبتدي يحيط بالاستافيلوكوكاي عشان يروح يضرب التيشو اللي هي عايزاه، تمام كده؟ تمام. وممكن تحاول تمنعها بريفنت، ممكن تحاول تمنع الاستافيلوكوكاي بواسطة عمليات الايه؟ الفاجوسايتس، اللي هي الفاجوسايتس اللي هي من اسمها فاجو، فاجو فاجوة يعني فاجو، تمام. يبقى عمليه الايه؟ البلعمه، فاجوة اللي هي عمليه البلعمه. تاني كلام جميل، تاني من الاول، الانزيمات. اول حاجه قلنا في عندك انواع كثيره من الانزيمات، في ثلاث انواع من الانزيمات مهمين جاوا عليك، هم اللي عم يقوموا بالعوامل ديت، ومش هتلاقيهم مكتوبين ما عندك في المذكره، اكتبهم معايا، اكتبهم لايبيز، انزيم اسمه لايبيز، وانزيم اسمه الديانيز، وانزيم اسمه البروتيز، البروتيز، تمام. ممكن يقولهم لك الدكتور بتاعك وممكن كمان ما يقولهم لكش، فانت اكتبهم وخليك عارفهم، قالهم لك خير ما قالهم لكش خير برضه، تمام. انا قلتهم لك، تمام. يبقى تاني، يبقى لايبيز، ديانيز، بروتيز، يبقى داينيز لايبيز بروتيز، تمام. ديت الانزيمات اللي عم تشتغل او تساعد البكتيريا عشان ايه؟ تروح للانسجه ديت عشان تغزو النسيج اللي هي عايزاه، دي من الانزيمات اللي عم تساعد الايه؟ البكتيريا، تمام. يبقى قال لك في انواع كثيره من البكتيريا، الانزيمات دي غير سامه طبعا، قلنا هي نوت توكسين، تمام، بس عم تلعب دور في ان هي عم تحفز انزيم الايه؟ الكولاجيز، عم تحفز انزيم الكولاجيز، انزيم الكولاجيز ده يعمل ايه؟ قال لك يكون الفيبرين، عم يعمل ايه الفيبرين ده؟ عم يلتف بالبكتيريا، يلف حوالين البكتيريا كده. ومن اهم انواع البكتيريا ديت اللي هي الايه؟ الاستافيلوكوكاي. ولو عايزين نتخلص من الاستافيلوكوكاي تبتدي تحصل عندك الالتهابات او الانفكشن، فتبتدي تتبلغ العمليات البلعمه الكبيره اللي انت درستها في ثالثه ثانوي كلها بالعربي، تمام، هي عمليه البلعمه ديت، فتروح عمليه البلعمه تاخد البكتيريا ديت وتروح بلعها بمعنى صح. فكده عملنا بريفنت للايه؟ الاستافيلوكوكاي ديت من الجسم خالص، تمام.
تمام. تاني حاجة قال لك من العوامل المساعدة للبكتيريا ان هي تغزو التيشو دوت او تغزو الاورجان ده العضو ده، قال لك الهيالورونيز. الهيالورونيز دوت ويتش ديجري هيدرونيك اسيد، تحلل حمض الهيالورونيك ذات هول السيلز تو جزر، عم يربط الخلايا ببعضيها. يعني هو عايز يربط، عايز يضرب القصد البكتيريا عايز تضرب النسيج ده، وليكن نسيج ايه، النسيج ايه ده مرتبط مع النسيج بي، في بينهم روابط تمام. فيروح جايبه، تروح جايبه مست... تروح جاي يا عم الهيالورونيز انا عايزاك شويه تمام، عايزك في خدمه. قال لي تحت امرك. جيت له عايزك تفصل لي بين ايه وبي، قلت له ماشي كده كده انا معاك تمام. لكن لو قالت له عايزك تقتل لي ايه، هقول لها لا مش هقدر. عايزك تقتل لي بي، هقول لها لا مش هقدر. هقول لها انا مقدرش غير ان اكسر لك الروابط بين ايه وبي، افصلهم لك عن بعض وانت تقوم بدورك بقى تمام كده تمام. فراح عمك الهيالورينيز ده وبواسطة الحمض اللي موجود معاه اللي هو حمض الهيالورينيك دوت الموجود معايا، عم يبتدي يربط الخلايا ببعضيها، قصدي يربط الخلايا ببعضيها عشان تسببها ايه، تضرب البكتيريا على قد ما تقدر، مش يفصل. لم... اسف 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 تمام. فعم يبتدي خلية ايه، عندنا خلية من الاول تاني، خلية ايه وخلية اسمها بي مفصولين عن بعض، انا عكستها هي العكس المفروض، مفصولين عن ايه عن بعضهم تمام. فيجي عمك الهيالورينيز دوت تروح تقول له ليه البكتيريا يا عم الهيالورينيز انا عايز اضرب النسيج ايه والنسيج بي مع بعض، مش هقعد اضرب كل واحد وحدي. فقال له يا عم انا هساعدك، انا هربط لك الاتنين مع بعض وانت اضرب زي ما انت عايز، عندي حمض اسمه الهيدرونيك ايه الهيالورونيك قصدي اسيد، حمض الهيالورونيك دوت هيساعدك ان يربط لك الخلايا مع بعضيها وانت تقوم بواجب تمام تمام نيجي بقى للجدول اللي عندك في صفحة 18، هتلاقيه إن شاء الله في المذكرة اللي معاك أو في الكتاب اللي معاك. الجدول ده هو أهم حاجة في الدرس اللي معاك، أهم حاجة، وده مهم جدا 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 تمام. هشرح لك بالتفصيل الممل وإن شاء الله مش هطلع من المحاضرة غير لما تكون فاهم فاهم وفاهم بإذن الله تمام كده يا رجالة. يبقى أهم حاجة في المحاضرة اللي أنا بقوله ده عمال أتكلم فيه مهم برضه، بس أهم ما في المحاضرة ديت الإيه؟ الجدول ده هو اخر حاجه معانا ما تقلقوش تمام. تاني حاجه اللي هي الايه التوكسينز بقى، السموم. ممكن تعمل لك البكتيريا شويه سموم، السموم دي تفرزها جوه الجسم. قال لك هنقسم السموم دي النوعين، يا اما اكستوتوكسين يا اما اندوتوكسين. يعني ايه اكستوتوكسين ويعني ايه اندوتوكسين؟ يعني ايه اندوتوكسين ويعني ايه اكستوتوكسين؟ الاندوتوكسين يعني سموم خارج الجسم، سموم عم تطلعها خارجية مش خارج الجسم، خارج الجسم ممكن تكون جوا الجسم بس خارج الخلايا تمام تمام كده يا رجالة. نكمل مع بعض ان شاء الله، يبقى فاهمين معايا لحد كده. يبقى قلت الجدول اللي هنبدأ فيه ده مهم جدا 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 جدا، لازم تاخد بالك من ايه من تمام. قال لك ان البكتيريا ممكن تعمل ايه، ممكن تفرز سموم، ممكن تكون السموم دي اكستوتوكسين وممكن تكون اندوتوكسين، اندوتوكسيك يا اما سموم داخليه يا اما سموم خارجيه. الاكستوتوكسين توكسينز دي سموم ايه خارجيه، اما الاندوتوكسينز دي سموم داخليه. قال لك السورس المصدر بتاع الاكستوتوكسين ده عم تفرزها الليفنج اورجانيزمز الكائنات البكتيريه الحيه، بوث جلاء الجرام نيجاتيف بكتيريا والجرام بوزيتيف بكتيريا. خليك عارف الحتة دي او الفرق ده كويس، المصدر بتاعها ان الاكستوتوكسين اللي هي السموم الخارجيه جرام بوزيتيف بكتيريا وجرام نيجاتيف بكتيريا الاثنين مع بعض تمام، انما الاندوتوكسين دي نيجاتيف بس، نيجاتيف ايه بس تمام. قال لك لان هي انتجرنال بارت اوف السيل وول، جزء مش عم يتجزا من السيل وول تمام، هو ريليزد افتر سيل ديس، عم يطلق صراحه بعد موت الخليه. يبقى اول حاجه المصدر بتاع الايه بتاع الاكستوتوكسين قلنا ديت جرام نيجاتيف بكتيريا وجرام بوزيتيف بكتيريا الاثنين، انما الاندوتوكسين دي قلنا الجرام نيجاتيف بس، لازم تعرف الفرق بينهم تمام. يبقى الاكس 2 دي نيجاتيف وبوزيتيف، يبقى جرام نيجاتيف بكتيريا وجرام بوزيتيف بكتيريا
تمام. انما الاندوتوكسين دي جرام نيجاتيف بس، انا عايزك تطلع من الجدول ده فاهمه كويس وحافظه بمعنى صح، تمام، لان هو في سؤال او تمشي اقل من سؤالين ثلاثه في الامتحان، تمام كده تمام. يبقى تاني، يبقى المصدر السورس بتاع الاكستوتوكسين، ايوه بالظبط، الجرام نيجاتيف بكتيريا والجرام بوزيتيف بكتيريا، انما الاندوتوكسين دي جرام نيجاتيف فقط، تمام كده تمام. قال لك تاني حاجة في الاختلاف اللي هو الكيميكال ناتشورال، الطبيعة الكيميائية بتاع السموم دوت او بتاع السموم ديت. قال لك السموم الاكستوتوكسين الخارجية ديت عبارة عن بروتين، عبارة عن بروتينات كومبلكسز، بروتينات معقدة اللي هي الايه، البيبليتايتد، عديد البيبتايد، عديد الايه، البولي بيبتايد، عديد البولي بيبتايد، اللي هي البروتين كومبلكسز، مجمعات او معتقدات او معقدات الايه، البروتين. انما الاندوتوكسينز اللي هي السموم الخارجية ديت ايه، قال لك لايبوسوسومات، البروتين اللي هي الكومبلكس، مجموعة بروتين عديد الايه، السكرايد الدهني اللي هو الايه، اللايبولايسوسيرايد بروتين كومبلكس، اللي هي الايه، مجموعة بروتين عديد الكارهايد الايه، الدهني، تمام كده تمام. يبقى خليك عارف ان الايه، الاكستوتوكسين ده ايه، ده بروتين كومبلكس، بروتين فقط اللي هو عديدي الطيب. انما الاندوتوكسين دي ساكارايد دهني، برضو بروتين بس ساكارايد دهني، انما دوت بروتين ايه، مجمع كامل، بروتين بيبتايد، تمام كده، دي الطبيعة الكيميائية بتاعته، تمام. نيجي بقى للايه، الستابيليتي تو هيت، استقراره للتسخين او ما يستقر عند كام لما يجي نسخنه، تمام. الاكستوتوكسين دي قال لك درجة الحرارة بتاعتها او الملصق الحراري بتاعها من 60 ل 80 درجة سيليزياس، من 60 ل 80 فقط. انما الاندوتوكسين دي قابلة للزيادة كمان، الاستقرار بتاعها عند 250 درجة ايه، سيليزياس. يبقى ارقام سهلة وحاجات سهلة وبسيطة، مفيش اي صعوبية فيها ان انت تفهمها، تمام. يبقى قلنا ان الاندوتوكسين دي مالها، دي جرام نيجاتيف بكتيريا وجرام بوزيتيف بكتيريا، البروتين بتاعها او الطبيعة الكيميائية بتاعها بروتين كومبلكس اللي هو مجمعات او مجتمعات البروتين فقط، الهيت بتاعتها او الهيت ليبل الملصق الحراري بتاعها من كام، من 60 ل 80 درجة سيليزيوس، تمام. انما الاندوتوكسين اللي هي السموم الداخلية بقى، دي جرام نيجاتيف فقط، تمام. قلنا اول حاجة هي جرام نيجاتيف ايه فقط، جرام نيجاتيف بكتيريا فقط، تمام. والمجمعات بتاعتها او الطبيعة الكيميائية بتاعتها دي مجمعات بكتيرية، مجمعات بروتينية عديدة الايه، السكرايد الدهني، تمام كده تمام. ودرجة الاستقرار بتاعها او الايه، او الهيت ليبل بتاعها قلنا عند 250 درجة سيليزيوس، تمام كده تمام. نيجي الرابع حاجة في الفرق بينه، وما هي الايه، السبيسيفيكتلي اللي هي النوعية. النوعية يعني ايه؟ يعني كل واحد ليه انزيمات خاصة بيه. قال لك الاكستوتوكسين ار انزيم، الانزيمات الخارجية او السموم الخارجية دي انزيمات. This makes them highly specific in their mechanism and for their host cells. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان السموم الخارجية ديت انزيمات، اما تجعل البكتيريا ديت ليها آلية عمل محددة للغاية، الخلايا الهوستس بتاعتها المضيفة بتاعتها، يعني الخلايا المضيفة للبكتيريا او السموم الخارجية دي انزيمات، اما تروح للخلايا المضيفة بتاعتها عشان تبقى الآلية بتاعتها او العمل بتاعها قليل جدا او محدود للغاية، تمام. انما الاندوتوكسين ديت not very specific، مش محدد. يبقى الاندوتوكسين دي برضه انزيمات بس ار كومبارتابيلتي نوت فيري سبيسيفيك ان ناتشورال، ليست محدده جدا في الطبيعه بتاعتها، يعني مش محدده خالص في الطبيعه. يبقى في السبيسيفيك دي النوعيه او التحديد بتاعها، الاندوتوكسين مالها، الاندوتوكسين نوت سبيسيفيك، مش محدده خالص كمان، تمام تمام. انما الاكستوتوكسين ديت ايه، سبيسيفيك او هايلي سبيسيفيك، محدده بصيغه عاليه او بصفه عاليه، تمام كده تمام.
نيجي الرابع اللي خامس حاجة وهي الايه التوكسيسيتي، التسمم بتاعها. الاكستوتوكسين السموم الخارجية، قال لك من اسمها اكستوتوكسين يعني ممكن تطلع مش جوه الخلايا، يعني هي تسبب دامج جوه الخلايا وتطلع كمان بره الخلايا تسبب دامج. فعملت ايه؟ فعملت هايلي توكسيك شديد السمية، قال لك السم بتاعه شديد. قال لك ممكن يكون فاتل ان المايكرو جرام بتاعه، ممكن يكون قاتل بكميات الكوانتيتيز اوف المايكرو جرام، قاتل بكميات المايكرو. شوف المايكرو حاجه قد ايه، بس هو قاتل بالكميات بتاع الايه المايكرو منه. تمام. انما الاندوتوكسين، هتقول الاندوتوكسين مش قاتل او مش ما فيش سم، ازاي لما هو سموم اصلا؟ انما السميه بتاعته قليله شويه، يعني ليها تاثير بس اقل من الايه من الاكستوتوكسين. انما الاندوتوكسين دي قال لك ايه مودريتلي في التوكسيك، يعني معتدل السميه، يعني السميه بتاعته عاديه. تمام. يعني قاتل في الماي في الايه في الملي جرام بتاعه، في الكميات الملي جرام، مش المايكرو، مش لدرجه المايكرو، مش 10 سالب 3 10 سالب 9 قصدي، لا، في الملي جرام بتاعه يقتل عادي. انما ايه، انما الاكستوتوكسين ده قلنا قاتل في المايكرو جرام بتاعه، ممكن يقتل، ده هايلي ايه توكسين. تمام كده. تمام. بعد كده اخر حاجه اللي هي ايه، كونفيرسنج تو توكسايدز، التحول الى ايه، الى توكسايدز، اللي هي التحول الى سميات. قال لك الاكستوتوكسين دي مالها، بوسيبل ممكن تتحول. تمام. اون تريتمنت ويز فورمالين، لما نيجي نعالجها بالفورمالين. قال لك على سبيل المثال فور ذا بريفنشن اوف ايه الديفتيريا او البوتاليزم اند الايه التتانوس، او الايه التتانوس اللي هي الديفتيريا والبوتاليزم اللي هو التسمم الغذائي، والتيتانيز، التيتانيز اللي هو الايه الحاجات اللي بتبقى بارزه، يعني شغل اسمه او مرض اسمه الكزاز. الكزاز ديت ان هي بتبقى حاجه بارزه جوه الجسم كده، او ليها بروز معين اسمه مرض الايه الكزاز. تمام. تمام. يبقى كونفرزيشن تو توكسايدز، قلنا ليه ان الاكستوتوكسين ممكن تتحول عادي، ممكن ان هي تتحول ليها، وممكن نعالجها بالايه بالفورمالين. تمام. يعني هي تتحول بس ليها علاج، انما الاندوتوكسين دي نوت امبوسيبل خالص. تمام كده. تمام. ده الجدول بتاعنا، انا بسطته لك على قد ما اقدر، وان شاء الله انت فهمته 100%. نعيده تاني عشان ده مهم 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 مهم، مش هقول لك تاني مهم. تمام. تمام. قلنا اول حاجه المصدر بتاع السموم الاكستوتوكسين ده، قلنا جرام نيجاتيف بكتيريا وجرام بوزيتيف بكتيريا، صح كده؟ انما الاندو دي نيجاتيف بس. تمام. كلام جميل. الطبيعه الكيميائيه بتاع الاكستوتوكسين دي، قلنا بروتين كومبلكس اللي هو مجمعات البروتين، انما السموم الداخليه والاندوتوكسين ديت مجمعات اللايبولايسوكلورايد بروتين كومبلكس، اللي هي مجمعات بروتين عديد السكرايد الدهني. تمام. تمام. استقرار الحرارة او الهيت ليبل بتاع الاكستوتوكسين، قلنا من 60 لكام؟ ل 80. مظبوط. تمام. انما الاندوتوكسين قصدي اللي هي السموم الداخلية، قلنا الهيت ليبل بتاعها عند 250 كام درجة سيليزيوس، 250. تمام. النوعية بتاعتها، قلنا ان الاكستوتوكسين دي مش محددة نهائي، قصدي محددة جدا، اللي هي هاي الايه سبيسيفيك، آلية المحدودة بتاعها او آلية العمل بتاعها محدود ايه جدا، هايلي سبيسيفيك. تمام. انما الاندوتوكسين دي نوت سبيسيفيك خالص، او مش محددة خالص. تمام. التسمم بتاعها، قلنا الاكستوتوكسين دي فيري فيري توكسيك، يعني مسممة او متسمم جدا 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 كمان، هايلي توكسيك شديد السمية، لدرجة ان المايكرو او المايكرو جرام منها قاتل، المايكرو جرام منها فاتل يعني قاتل. تمام. تمام. انما الاندوتوكسين ديت مودريت 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 توكسيك، يعني سميه معتدله، يعني لدرجه ان الايه الملي جرام منها اكتر، اقول ما الملي جرام قليله بس ايه بس اكتر شويه من المايكرو جرام. تمام. تمام. قلنا السموم الخارجية ممكن تتحول، قال لك بوسيبل ممكن تتحول، وممكن نعالجها بالايه بالفورمالين. تمام. انما الاكستوتوكسين دي ايه، الاندوتوكسين قصدي، دي نوت بوسيبل خالص ان هي تتحول. تمام. مش قابلة خالص ان هي ايه تتحول. تمام كده. تمام. قال لك اخر حاجه في الدرس دوت، ومش مهم خالص بالنسبه لك، قلنا اهم حاجه الجدول والشويه اللي قلتهم لك قبل كده. اخر حاجه قال لك في اذر فاكتور، في عوامل اخرى زي الكبسولز اللي هي الكبسولات ديت، عم تساعد عمليه البلعمه ان هي تمنع عليه البكتيريا. تمام.
او الكبسولز دي، في كبسولات عم تتاخد عشان تحمي البكتيريا ان هي تتمنع من عمليات الايه بلع، تمام كده. والسبورز الجراثيم دي عم تقاوم البكتيريا، فاحنا ناخد اي كبسولز او اي او اي نوع تابلت عشان ايه نقتل السبورز ديت ان هي ايه ما تقاومش البكتيريا. تمام، كلام جميل. يبقى اهمها ليه الدرس اللي معاك وكده. تمام جدا يا رجاله، الفصل الخامس لحد كده تمام جدا جدا. اتمنى تكونوا فهمتوه، ويا ريت تقولنا رايكم عشان نقدر نكمل معاكم الاخر. ولا اعتقد لحد هنا هتمتحنوا الميد ترم بتاعكم، هتمتحنوا لحد تشابتر 5. تمام، بعد كده ان شاء الله كله سهل، ما تقلقوش واحنا معاكم الاخر. بس اهم حاجه يا ريت تدعمونا برايكم وزي ما انتم عارفين. تمام، وشكرا لكم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.